يتساهل بعض الناس فضيلة الشيخ في المرور بين يدي المصلي سواء كان مفترضا أو متنفلا. لا يجوز المرور بين يدي المصلي إماما كان أو منفرد. أما المأموم كما ذكرنا فإن سترة إمامه سترة له فلا يضر المرور بين يديه لا سيما للحاجة، فينبغي مراعاة هذا الأمر. وأما من مر بين المصلي وسترته فإن عليه إثما عظيما. قال صلى الله عليه وسلم أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، وأربعين سنة أو 40 يوم هذا ما لا شك أنه شاق. فالمر بين يدي المصلي بينه وبين سترته أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة دون 3 أذرع فهذا لا يجوز، ولا يجوز للمصلي أن يمكنه من المرور بل يدفعه، فإن أبى فليقاتله يعني فليضربه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبى فليقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان، فيجب التنبه لهذا الأمر. نعم.